السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهارده ان شاء الله. فيديو جديد، بس قبل ما نبدا زي ما متعودين ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت الارض تحت اقدامهم ويرحم شهداءهم باذن الله. ودي كده قدامكم بتظهر شويه كومنتات حلوه لاخواتي اللي بيدعموني وبيكتبوا كومنتات حلوه، فانزل ارزع كومنت لايك كده زيك عشان يظهر الفيديو اللي جاي، وحط لايك واشترك عشان يجيلك كل اشعارات الفيديوهات الجديده. يعني حلقه من الصفر طلبنا 50 لايك وشبه جبنا ال 50 لايك، يعني الفيديو ده فيديو مهم وهنطلب فيه ان شاء الله 70 لايك، هنجيب 70 لايك، يعني 70 لايك نقدر نعملها باذن الله. فكره فيديو النهارده يا جماعه اللي باذن الله باذن الله هيكون من اهم الفيديوهات اللي موجوده على القناه، وهو ازاي تدافع بالماتش اب. طبعا ناس كتير بتلعب اللعبه وناس كتير ما بتلعبش بزرار الماتش اب، يعني الناس كلها بتلعب بزرار عادي، بتضغط بزرار اللي هو البريشر العادي، اللاعب يجري بالكوره تجري وراه بس، ده كل اللي بتعمله الناس. النهارده يا جماعه انا هقول لكم ازاي تجيب زرار الماتش اب وافضل اعدادات ليه وازاي تلعب بيه. هنبدا باول حاجه وهي انا اجيب زرار الماتش اب ازاي. تمام، زي ما انتم شايفين انا جبت ماتش كده في التريننج، سيبكم منه خالص. هتخش على الاعدادات، انا عايز اجيب زرار الماتش اب، هتروح عند دي. بص يا جدعان، دي هتلاقي فيه خيارين، يا اما ستاندرد اللي هي الاولى ودي هي الماتش اب، اما البريشر العادي وده هو الستايل القديم اللي هو بتضغط على اللاعب واللاعب بيجري ورا المهاجم مثلا، المدافع بتاعك بيجري وراه وبيخطف منه الكوره، فده البريشر العادي. انما احنا هنلعب بالماتش اب. طب تمام، الماتش اب ومميزاته فيها يا مسعود؟ انا اقول لك مميزاته فيها. الماتش اب انت الخصم بيبقى معاه الكوره، انت مش بتجري ولا بتتعب نفسك غير في حاجات معينه، انما باقي الحاجات انت الخصم بيمسك الكوره انت بتتوقع وبتقطع الكوره. يعني احنا هنشوف عملي دلوقتي، انا مش عايز اصعبها عليكم. تمام، عملنا زرار الماتش اب، هنخلي الشفافيه بتاعت الزراير 40% عشان اللي ورا اللعيبه، او يعني زي ما انتم شايفين حاليا اللي ورا الازرار دي يظهر، فانا كده معايا مساحه اكبر، انا معايا الملعب بمساحه اكبر. تمام، وصلنا لنقطه ازاي العب بالماتش اب. يعني حاليا هندي الكره للخصم كده، هندي الكره للخصم. بص يا جدعان، كل اللي بتعمله بالماتش اب زي ما انا بعمل كده بولشاير، زي ما انتم شايفين انا هحاول اتوقع الخصم هيباص الكره فين زي ما انتم شايفين وهقطعها. ده الماتش اب باختصار، ويعني الموضوع سهل، الموضوع مش صعب خالص، الموضوع سهل، وحرفيا لو اتعلمت الموضوع انت بتصعب الموضوع على اي خصم قدامك. يعني اي حد بتلعبه قدامك انت حرفيا لو هو ما عرفش يلعب الماتش اب او مش متمكن فيه، انت بتخش الماتش يعتبر كسبان 1 أو 2، ده لو انت بتعرف تلعب الماتش اب ومتمكن فيه. تمام، زي ما انتم شايفين يعني الكره مع الخصم، انا هحاول اتوقع زي ما انتم شايفين، خدت الكره بكل سهوله وكل بساطه واروح واسجل مثلا وبس. دي حلاوه الماتش اب، اديهم الكره تاني برده، يعني اديهم الكره. بصوا كل اللي هتعمله الماتش اب وتحرك بس. تمام، ممكن تعدي منك مره، تعدي منك مرتين، بس مش هتعدي على طول. زي ما انتم شايفين سهله وبسيطه خالص الموضوع يا جدعان، سهل. كل اللي انت بتعمله ان انت بتدوس على زرار الماتش اب، وفي نفس الوقت انت بتحرك اتجاه اللاعب. يعني الخصم معاه 2 لعيبه، الخصم معاه عدد 2 لعيبه في الهجمه. تمام، انا حاول اتوقع الخصم هيباص لمين فيهم، انهي واحد ليه فرصه احسن ان هو يسجل، فهتحرك على اللاعب اللي الخصم ممكن يباصيله وهقدر اقطع الكوره. هتلاقي اللاعب مره واحده بيمد رجله وبياخد الكوره بكل سهوله وبتعمل هجمه وبتسجل، وحرفيا انت بتعدي اللي قدامك. يا جدعان انا في ناس بتلعب قدامي الماتش اب انا عارف العب بيها اديني، في ناس بتلعب قدامي انا ما بعرفش اعمل 3 4 باصات على بعض في نص الملعب. فالموضوع حلو والموضوع سهل، وزي ما وريتكم يا جدعان الموضوع التعلم بتاعه سهل. اعملوا الاعدادات اللي انا اعملها وان شاء الله اي ماتش هتتعلموه بسرعه، واي ماتش هتكسب وهتنزل وانت كسبان يعتبر 1-0 او 2-0 على الخصم اللي قدامك. بس كده يا جماعه، يعني فكره فيديو النهارده كده خلصت والفيديو نفسه خلص. ان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام.